دلل كرشك معي أنا الشيف شادي زيتوني من الاثنين للجمعة 10 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 6 المساء على راديو تموز الإلكتروني. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 سهيلي الطريق العام N57 كسروين 00961923103 00961321970 ايميل info@chefcz.com www.chefcz.com. أحبائي محبين الشيف شادي متابعين راديو تموز، أهلا وسهلا فيكم اليوم بحلقة جديدة من دلل كرشك معي ومعكم ومع التون. مش سمك التون اليوم، علب التون. في كتير عن جد في كتير عالم بيحبوا التون، إن كان التون المكبوس بالمي والملح، إن كان بالزيت، إن كان مخلوط كمان مع السلاد روس، يعني أي شيء في تون بقلبه بيحبوه كتير. واليوم الحلقة مخصصة لهيدا الموضوع، عندي وصفتين تون بطوشه بعقده. رح بلش أول شغلي بالوصفة الأولى اللي هي أصابع كفتة التون. رح نعمل نحن من التون كفتة، وفينا نعمل كمان كبة، وفينا نعمل كبة بطاطا بالتون، وغير السلادات فينا نعمل محاشي محشية تون. هلا كمان منحكي إن كانت باردة وإن كانت سخنة. سو نحنا بالتون المكبوس فينا نعمل كتير، أو المعلب خلينا نقول، كتير من الوصفات. كرمال نعمل أصابع كفتة بالتون بناخد بطاطا مسلوقة. تنسلق البطاطا دايما، طريقتي أنا البطاطا مغسلة بقشرة منخليها، منحطها بالمي الباردة مع ملح ومنحطها على النار، ودايما بس نسلق بطاطا وتستوي عنا الأفضل أنه نرجع نقشرها ونهرسها هي وسخنة. هيدا حكينا هذا الموضوع كتير، وحكينا ليش وفسرنا وأسرار البطاطا. اللي بده يعرف كل هالحكي هيدا اللي عم نحكيه بليز يرجع كمان أو يعمل سبسكرايبينج أو يدخل على كمان بيج راديو تموز على اليوتيوب، عمله معروف وبتفتشوا وراح تلاقوا كل الحلقات من أسرار المطبخ أو دل الكرشك نحكي كتير عن البطاطا. بدنا 400 جرام من البطاطا المسلوقة، بدنا طحين ربع كوب 30 جرام تون، بدنا علبة 400 جرام أو علبتين 400 جرام حسب العلبة قدها كبيرة، بصل بدنا وحدة حوالي 100 جرام، التوم بدنا حصين 6 جرامات، عنا أو البقدونس أو الشبت إذا بدكن أو الكزبرة أو الحبق اللي بدكن إياه، بدنا حوالي 25 جرام مفرومين. وكل ما تغيروا نوع الأعشاب العطرية أو الأعشاب الورقية الخضرة كل ما تغيرت الطعمة. هون عنا من الكمون والفلفل والملح حسب الرغبة والطلب، اللي بده يضيف كمون كتير ينقص ملح أكتر، فلفل يزيد، هيدا بيرجع لألكن. وبيضة وحدة، هيدا هي الخلطة هيك بتنعمل. عنا بعدين منقول للتغليف، يعني بدنا نعملهم بانيه بعدين وبدنا نقليهم، بدنا من الطحين كوب واحد 125 جرام، من البيض بدنا وحدة كمان أو حط أو اثنين من البيض، كعك مطحون أو من الكورن فليكس المطحون بدنا كوبين 300 جرام، ملح وفلفل وزيت للقلي. سو هون اول شغله بنعملها مثل ما قلنا، سلقنا البيض هرسناهم هني وسخنين، بعدين حطيناهم تيبردوا، بس بردوا ضفنا عليهم الطحين، لازم يبردوا يا مدام لازم، مش هني وسخنين منضفن الطحين والا ما رح يصير عنا عجينه، بتضلها دائما ليني.
وتيبرد أو تبرد البطاطا المهروسة من دون ما ينشف وجهها، أوكي؟ شو بنعمل؟ منكبسها بإيدنا وما تكون عالية كتير البطاطا المهروسة، ومنحط عليها إذا بتكون خلينا نقول أو منغلفها بورق خشخاش نايلون بجلينك فيلم أو شيء من هالنوع. سو هون عندنا البطاطا لكان باردة، ضفنا عليها الطحين، التونة أو التون، البصل المفروم، التوم المفروم، البقدونس أو مثل ما حكينا الشبت أو النعنع أو الكزبرة أو الحبق يلي نحنا بدنا نستعملهم أو حطون كلهم سوا مع بعضهم، ما بتفرق، بيعطونا طعم مختلفة أكيد. وعنا كمون والملح والبهار وبيضة وحدة بقلب العجينة. هون صار عنا عجينة. هيدي العجينة إذا حسيناها لينة شوي صغيرة منحطها بالبراد. بالبراد بترجع هيك الطحين بيشرب أكثر السوائل الموجودة بالطون وكمان بالبطاطا كمان والبصل وغيرها بقلب البراد. منطلعهم لبرا، منعمل كفتة أصابع، بدكم تعملوا كفتة مبرومي مثل البرجر مثلا، بدكم تعملون صغار، بدكم تعملوها مثل حبوب البينج بونج يعني مبرومين كمان، قصدي مثل طابة البينج بونج. من بعد ذلك اللي بنعمله منمرقهم بالطحين، منمرقهم بالبيض، بالكعك المطحون اللي نحطين بقلب البيض كمان ملح وفلفل، أو الملح والفلفل منخليهم لبعد ما نقلي أصابع كفتة التونة ومنجي أوكي منحط عليهم أو منرش عليهم ملح وفلفل. بتقدموا سخنين أفضل، في عالم بيحبوا يأكلوهم باردين، وفيكن تقدموا معهم أي صوص بتحبوها مثل من الباز تبعولها، مثل ممكن يكون كاتشاب، ممكن يكون سويت أند ساور، ممكن يكون مايونيز وغيرها، باربيكيو. باربيكيو، حبيت الفكرة، رح تطلع كتير طيبة. جريت، هاي أول وصفة خلصنا مرة، رح نروح للوصف الثاني، رح نحكي عن شيء اسمه فطائر التونة. بدنا نعمل فطائر بالتونة. جينا بدنا نعمل عجينة. أول شيء العجينة هي عبارة عن 2 كوب من الطحين 250 جرام، مي بدنا نص كوب 125 ملي، خميرة ملعقة صغيرة 5 جرامات، عنا ملح وعنا من الزيت، ملح حوالي 3 جرامات والزيت ملعقة كبيرة كمان بدنا 15 ملي. هون شو بنعمل؟ بنحط المي شوي صغيرة سخنة بقلبها في الخميرة، بعدين بنعجن العجينة من بعد ما الخميرة تدوب. صرنا بنعرف هذا الموضوع، منضيف زيت الزيتون، منضيف كمان الملح أو الزيت العادي مثل ما بتكون عملنا عجينة. بدنا ننطر هيدي العجينة على القليلة ساعة تتضاعف حجمها. أفضل كمان نخليها 4 أو 5 ساعات بالبراد حتى تخمر نتفي نتفي، ومثل ما بقول دايما الشيف شادي أو أنا بقول يعني أوكي أنه بيرتاح عنا الجلوتين. هون صار عنا العجينة جاهزة، ارتاحت، بدنا نستعملها، بدنا نعمل الحشوة. الحشوة هي كل علبة من التونة يعني 200 جرام أكيد مصفاية، بدها 3 ملاعق كبار من المايونيز 50 جرام، كاتشب 3 ملاعق 45 ملي، عنا من حبوب الذرة المييس الأصفر أكيد علبة واحدة 150 جرام، فليفلي خضرة طازة بدنا حبة واحدة أو نص حبة حوالي 100 جرام هيك مفرومين ناعم أو خلينا نقول معمولين مكعبات صغار. هون بدنا نضيف أكيد من الأعشاب العطرية إن كان طازة أو إن كان يابسي، أنا بحب الأوريغانو والزعتر اليابس حسب الرغبة والطلب. هون بعد نحنا ما نجي نخلط الفلافل الحلوة مع الكاتشب والمايونيز والتونة والذرة وكلهم سوا مع بعضهم، صار عنا حشوة وعنا العجينة. منرق العجينة، نعمل منها دوائر، منحط كمان نعمل الشكل اللي بدنا إياه. جاي على بالكم أنتو مثلا تعملون نص قمر، جاي عبالكم تحطوا 2 فوق بعضهم تعملون دائرة، جاي عبالكم تعملون مثل كمان السمبوسك خلينا نقول المثلث يلي بناكلهم كمان بكتير من دول الخليج، الشكل اللي بدكم اياه. هون في عنا شغلتين، فينا نقلي وفينا نشوي. انا مع التونة بروح على الشوي،
يعني بياخد صينية أو بدهنها بالزيت أو بالزبدة شوي صغيرة أو برشة بطر سبراي وبحط هالفطاير اللي عملتهم واحدة حد التانية، ممكن يكونوا شكلهم مثل الصفيحة اللي بعلبكية، ما في أي مشكلة. أوكي، مثل ممكن يكون شكلهم مثل الفطاير تبع السبانخ، أوكي، أو كبار أو صغار اللي بدكن. حطيناهم على صينية، خبزناهم بالفرن، ولا أطيب من هيك فطاير بالعالم. أنا بشكركم، حلقة التونة اليوم كانت بتعقد لقائي بكرة معكم بنفس الوقت إن كان مباشر وبنفس الوقت إن كان بالإعادة وبأي وقت على قنوات يوتيوب راديو تموز شادي زيتوني. حلقة بكرة أجمل من اليوم. باي. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 سهيلي، الطريق العام N57، كسروان 00961923103، 00961321970، إيميل info@chefcz.com www.chefcz.com. دلل كرشك، معي أنا الشيف شادي زيتوني من الاثنين للجمعة 10 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 6 المساء على راديو تموز الإلكتروني.